هل ستردون على أي ضربة عسكرية إسرائيلية إذا ما تمت؟ ما حر نحن في الحقيقة سوف نرد بالمثل أي نوع من الهجوم علينا وبكل قوة. سعادة السفير، سأنتقل اسمح لي إلى الأزمة السورية. نعم. وبداية أود أن أسمع رأيك حول المعادلة الميدانية اليوم في سوريا، كيف تقرأونها؟ عندما نتحدث عن سوريا في الحقيقة يؤسفنا ما نشهده من الأزمة، وببالغ الأسف نتحدث عن هذه الأزمة، لأن ما نشهده حاليا في سوريا ومنذ عدة شهور في الحقيقة ما نشهده من المجازر يؤسفنا ويؤلمنا جميعا. كلنا يجب أن نعمل لتسوية هذه الأزمة وأن تضع الحرب أوزارها في هذه الليلة وقبل الغد، كما أننا في هذا المجال قدمنا الاقتراح لكلا الجانبين المتناحرين حتى يتم وقف الإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، ولكن مع الأسف المعارضة ليست مستعدة لقبول وقف لإطلاق النار، وأن المعارضة وسبق لهم أن أعلنوا مرارا بأنهم يرفضون الحوار، في حين أنه ميدانيا الآن القوة العسكرية للنظام السوري هي الأقوى من المعارضة، ولكن مع كل ذلك نجد أن المعارضة ترفض أي نوع من الحوار.